ديالو تيسلم الحجي حجي تخطى احد اللاعبين تيمرت من نجمين عند الشاوش شاوش حاول يدوز وخطا خطا خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. الحكم غادي ينبه رقم اثنين لانه وجلو انذار بالفعل انه ضربه بالمرفق ديالو انذار رقم اثنين اللي هو هاريسون تشوغو. اذا اول انذار في المقابله لهاريسون هاريسون الى كان الامكان نشوفوا الاعاده بسرعه مادام ان ضربه خطا غتقذف الان. تلاحظوا في الوقت اللي مشى تشاوش ضربه بالمرفق ديالو كانت واضحه ضربه بالمرفق ديالو. اذا ضربه خطا غتقذف من طرف الحداوي كل اللاعبين باستثناء احد اللاعبين ديال زامبيا كلهم داخل منطقه الجزاء.